الثاني نسبة الطلاق مرتفعة جدا أو فشل العلاقات الزوجية من هذا النوع المبني على المصالح وليس على المبادئ هي عالية جدا من خبرته بالمحاكم، وتستطيعوا ترجعوا لإحصائيات يعني بالمحاكم الشرعية على هذا الشيء. ومع الأسف اللي بحزن إنه الطفطفات صغيرات. انا حابه اني يعني اعطي الجنسيه لانه ما حدا بيعرف شو ممكن يصير، يعني مش لانه عشان بدي نروح نعيش، لا، بس العلاج، الدراسه، الاولاد بكره بدهم يطلعوا يدرسوا، احنا بدنا نكمل ماجستير، يعني ما حدا بيعرف. انا بعرف كثير حالات طلاق بتصير لانه فيما بعد بتكتشف البنت انه يعني تجوزها بس عشان يطلع على امريكا، وبوصل على امريكا وبصير معاملته معها سيئه جدا فبتؤدي الى طلاق. بحس اني انا بس وسيله لحد يوصل لهدف معين، مش اكثر. بس انه بحس لو باخذ شاب معاه جنسيه اصلا بيكون احسن الي، بحس اني يعني مش عم بيستغلني الشاب، بيكون هو اصلا معاه جنسيه.